لتحسين أداء قناتك وزيادة مشاهداتك وزيادة مشتركينك لازم تتبع معايا الخمس نصايح دول، وعايز حضرتك تفهم ان كل نصيحة من دول هتفرق في قناتك 180 درجة. وخلينا نبدأ برقم واحد، تحسين محركات البحث. هو يعني ايه تحسين محركات البحث؟ الكلمة دي انت سمعتها كتير جدا جدا جدا. بص انا هجيب لك دلوقتي نموذج عملي، وهجيب لك كمان تطبيقات بالموبايل هتساعدك انك تطور من قناتك 180 درجة. الفيديو اللي قدامك حاصل على 2800 مشاهدة في قناة صغيرة فيها 1500 مشترك، دي قناة يوسف الباز. الفيديو اقتراحاته 2100 وبحث اليوتيوب 259، يعني محركات البحث فيه زي الفل، الـ SEO فيه زي الفل، كمان الاقتراحات فيه زي الفل. لو جينا بصينا على مستوى الوصول ودخلنا كمان على البحث الخارجي هنلاقي ان جوجل سيرش يعني البحث من جوجل 27% من المصادر الخارجية، وعبارات البحث 4000 ساعة، انشاء قناة ناجحة على اليوتيوب وغيره، ازاي تزود عدد المشتركين، الربح، انشاء قناة، تحقيق 4000 ساعة، تفعيل قناة يوتيوب، كل الكلام ده انا استهدفته وانا بعمل الفيديو ده، وهوضح لك انا استهدفته ازاي. لو جينا بصينا على الفيديو ده، الفيديو ده واخد 33000 مرة ظهور، اي اكتر 30 مرة من مشتركين، يعني اضرب عدد مشتركين في 30 هتلاقي خد مرات ظهور اكتر. ده نتيجة ان انا اهتميت جدا باجزاء محددة خلت الفيديو ده يظهر بالشكل ده. ايه اللي اهتميت بيه بقى؟ تعال بقى معايا. لو جينا بصينا على الفيديو ده، فالفيديو ده بيتكلم عن 4000 ساعة مشاهدة و1000 مشترك. لو جينا بصينا على العنوان، اهتميت جدا ان انا احط في العنوان الكلمة المفتاحية اللي انا بعمل عنها الفيديو. اقسم بالله طريقة للحصول على 1000 مشترك و4000 ساعة مشاهدة عالمية. واهتميت ان هي تكون في العنوان، مش بس كده، لا، رحت الوصف واهتميت ان هي تكون في الوصف بشكل عام بكل انواعها، سواء هاشتاجات، كلمات مفتاحية، عناوين بحثية، وكمان في مقدمة قوية جدا 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 من اجل نتائج بحث جوجل. علشان اتصدر نتائج بحث جوجل فكان لازم اعمل المقدمة بالشكل ده واظهر في جوجل بالشكل ده. اللي قدام حضرتك ده اللي ساعدني فيه تطبيقين. التطبيق الاولاني هو تطبيق شات جي بي تي، وهو تطبيق مجاني، والتطبيق الثاني جي ميني، وهو برضو تطبيق مجاني. ساعدني ان انا طلبت منه ان هو يديني عنوان باللغة العامية الفصحى، وهنعمل ان شاء الله الموضوع ده تجربة عملية ان شاء الله الفيديو اللي جاي او اللي بعده. لو عايزينه في اقرب فرصة اكتبلي في الكومنتات. طلبت منه عنوان، وطلبت منه وصف، وطلبت منه كمان كلمات مفتاحية بدأت اضيفها بالشكل اللي قدام حضرتك ده، واستخدمت الموقع اللي انا اتكلمت عنه امبارح، افضل موقع لزيادة المشتركين، اداني كلمات مفتاحية قوية جدا جدا خلاني اظهر في نتائج بحث يوتيوب، نتائج بحث جوجل، اقتراحات، مرات ظهور اكتر. ودي النصيحة الأولى. يبقى النصيحة الأولى علشان أنا أطور من قناتي هو إن أنا أهتم بنتائج البحث الخاصة بقناتي عن طريق الاهتمام بشكل أكبر بالعنوان، الاهتمام بشكل أكبر بالوصف، الاهتمام بشكل أكبر بالكلمات المفتاحية من خلال استخدام شات جي بي تي، جي ميني، وغيره من المواقع الـ AI اللي بدأت تساعد منشئ المحتوى على تطوير محتوى. رقم 2، بنتكلم عن جودة المحتوى، وهنا جودة المحتوى بيتكلم عن القيمة، الكلمات اللي جوه الفيديو اللي خلاه فريد واللي خلى حضرتك تكمل المشاهدة للفترة دي. مع اهتمامي الجيد جدا بالصوت والإضاءة
علشان اظهر لحضرتك بالشكل اللي انت عايزه، مع كمان اهتمامي بشكل الفيديو علشان يظهر لك كشكل تعليمي كويس. يبقى جودة المحتوى هنا بيختلف من محتوى للتاني بناء على طريقة التقديم. انا بالنسبة لي المحتوى التعليمي ده جودة كويسة جدا. غيرك بقى يقولك ايه، لا انت ما بتعملش مونتاج قوي. هقول لحضرتك تعالى، المحتوى التعليمي لا يلزمه اطلاقا مونتاج قوي جدا، بدليل ان اكبر 3 قنوات تعليمية بعد المتوحد فكرة مفيش فيهم واحد بيعمل مونتاج بجنيه. وادخلوا بصوا على القنوات التعليمية اللي بعد المتوحد فكرة في المشاهدات والمشتركين. نيجي مع بعض للحاجة رقم 3 اللي برضو بتساعد على مرات ظهورك، والحاجة دي مهم جدا انك تعملها، وخصوصا لو كان واحد بس اللي عمل لك تعليم. يعني ايه؟ هفهم. كتير جدا من حضراتكم اول ما بيجيله تعليق بيجري جري يعمل له قلب ويمشي من غير اي تفاعل، اعتقادا منه يا عم ده تعليق. عايز اقول لك ان التعليق ده بيجيب لك 2 و3 و4 و5 و10، واهتمامك بالتعليق الاولاني هو اللي هيخلي عندك تعليقات كتير. كتير جدا من منشئين المحتوى شغالين معايا ودايما منتقدهم بسبب الرد على التعليقات، والنهاردة تقريبا مكلم من 3 إلى 4 من منشئين المحتوى، طبعا كلهم ستات تقريبا والله، كلهم ما بيردوش على التعليقات. يا جماعة رد على التعليقات، يعمل لك قلب ويمشي. ايه يا فوزية تعالي، لا ردي. لو قالك شكرا قول لي شكرا، انا عندي فيديو تاني ممكن تروح تتفرج عليه ليه علاقة بنفس الفيديو اللي انت بتقدمه. فشجع الناس اللي هي تعمل لك تعليقات من خلالك ترد عليهم، تكتب كومنتات. طيب لو لقيت الكومنتات اشترك ورد، ورد اشتراك ما تردش يا عم، اعمل قلب وخلاص في ده. لكن اللي يقول لك شكرا رد عليه رد، يعمل صداقة بينك وبين منشئ المحتوى. خلي دايما التفاعل موجود داخل قناتك بدل ما يطلع بره قناتك، سواء على الفيس او يدور عليك على انستجرام علشان يكتب لك تعليق بيحبك فيه. ما هو منشئ المحتوى لما او جمهور لما بيحب منشئ المحتوى بيحاول ان هو يوصل له باي طريقة. فلو حبك على اليوتيوب ولقاك ما بتكتبش وما بتتفاعلش معاه هيدور عليك على انستجرام والفيسبوك علشان يقول لك ان انا بحبك، فخليه يكتب لك انا بحبك في اليوتيوب. فهمتني؟ رقم 4، استخدام الفيديوهات القصيرة بدءا من 15/10/2024. اليوتيوب غير منظوم كامل الفترة اللي جاية، ومنشئ المحتوى اللي هيقدر يعمل فيديوهات 3 دقايق بالطول تكون احترافية وتخلي المشاهد يقعد يكمل الثلاث دقايق، اليوتيوب هيدعمه الفترة اللي جاية بطريقة كويسة جدا جدا جدا. وده كلام اليوتيوب مش كلامي، خصوصا ان الفترة اللي جاية اليوتيوب تركيزه على نجاح هذا النوع من المحتوى، وانا هعمل لك فيديو كامل عن الموضوع ده واكد لك ان اليوتيوب نفسه بيقول لك ان انا ههتم باظهار هذه الفيديوهات على الصفحة الرئيسية والاشتراكات والخلاصات وكل مكان علشان تظهر. فاستخدام الفيديوهات القصيرة اللي حضرتك هتعملها بطريقة كويسة وطريقة حلوة جدا، وفي ناس شغالين على الريلز على الفيسبوك وعلى انستجرام 3 دقايق و2، الناس دي هتنجح قوي على اليوتيوب. اول ما تعمل الفيديوهات دي هتنجح نجاح باهر. ليه؟ لان خوارزمياتها تعتبر مقاربة لخوارزميات الفيسبوك والانستجرام 3 دقايق و4 دقايق. معنى كده ان استخدام الفيديوهات القصيرة نتيجة ايجابية ممكن استغلها الفترة اللي جاية، بس بشكل كويس، بلاش الاستغلال السيء للفيديوهات القصيرة. نيجي مع بعض لرقم 5، الاستمرار ثم الاستمرار ثم الاستمرار ثم الاستمرارية 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 ثم الاستمرارية. لو عدت اقولها لك من هنا للسنة الجاية، ولكن طول ما انت مستمر بدون ما تتطور، طول ما انت مستمر من غير ما تدرك اخطائك، طول ما انت مستمر من غير ما تحسن من محتواك، طول ما انت مستمر من غير ما تعمل تعديل على الفيديوهات القديمة عن طريق اول طريقة قلتها في الفيديو ده، وهي تحسين محركات البحث لفيديوهاتك القديمة. لان حضرتك لما جيت تبدأ على اليوتيوب
ما كانش عندك المعلومات الكافية اللي ممكن تكون موجودة دلوقتي. واستنوا مني فيديو قوي جدا هيعرفك ازاي تعمل عنوان ووصف وكلمات مفتاحية احترافية بنسبة 1000000%. تابع المتوحد فكرة علشان هفيدك بنسبة 1000000%. شكرا جدا.